السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من في عام لعام 2020 من الفيديوهات هنا من أشرف العايدي لشركة أوربكس للتداول. أسعد الله أوقاتكم، إن شاء الله إنكم بخير. يعني 9 أيام في أول يوم، أول شهر العام، و شاهدنا تقلبات فائقة في الأسواق، خاصة مع الإطار الجيوسياسي الذي يبدو أنه قد اهتدى، ولا قد يعني وصل إلى مرحلة نوعا من الهدوء، إذا تصدق في النظرية التي تقول أنه ما فعلته إيران هو بس محاولة للحفاظ على الوجه، وطالما أنه لم يكن هناك أي قتلى من الطرف الأمريكي، فخلاص يعني وصلوا إلى نوعا ما في التعادل. ولذلك رأينا، وخاصة بعد خطاب ترامب، شاهدنا ارتفاع الذي قال خلاص مش راح يكون يعني ارتفاع شديد في الأسواق المالية، وعودة إلى رقم قياسي جديد. التشارت اللي عم تشوفوه أمامكم، لا أريد أن أوديكم إلى دروس الإحصائيات اللي في الرياضيات اللي أخذتوها في المدرسة ولا في الجامعة، ولكن بس إشي كثير مهم، خاصة اللي يجيدون اللغة الإنجليزية والذين يتكلمون والذين يمكن أن يشاهدون، يعني في يقولون إنه التحرك اللي عم نشوفه في المؤشرات تحرك لم يعني نادر، ولا ارتفاع نادر الذي لمس الذي وصل إلى 2 ستاندرد ديفيشن ولا 3 ستاندرد deviations اللي يسمى بالإنجليزي الانحراف المعياري. ولكن مش راح تفهم الانحراف المعياري بدون ما تفهم طبعا الخط الانحدار ولا الانحدار الخطي، اللي هو إذا تأخذ الاس ام بي الاس ام بي 500 الشهري وتبدأ من القاع، فطبعا لما يكون عندك يعني عدة معلومات وتقول كيف يمكن أن أرسم الخط الانحدار، الخط الذي يغطي المعدل بأحسن طريقة، ولا the line of best fit. فالخط الانحدار هنا يكون الخط الأحمر، الخط المركزي الذي يلمس نوعا ما معدل التحركات الشهرية والأسعار الشهرية. وسيداتي وسادتي، والخطين اثنين اللي فوق وفي هناك خطين اثنين اللي تحت، فكل خط من الخطين اللي فوق يسمى بالانحراف المعياري. اوكي، فإذا هذا الأحمر يكون المعدل، ففي هناك درجة أولى، يعني الدرجة الأولى للانحراف المعياري والدرجة الثانية سواء فوق ولا تحت. فكيف نقول؟ ف الريجريشن لاين ذا ميدل لاين، الخط الأحمر هو خط الانحدار. هو فيكم تشوفوا كل هالمعلومات، بس إذا بدكم تعرفوا كثير تروحوا على جوجل وتكتبوا خط الانحدار وجيكم كل التفاصيل هنا. فخلينا بس نرجع وهنا أما الخط السكني، سواء الانحراف المعياري لفوق ولا لتحت، هذا الانحراف المعياري المستوى الأول، والانحراف المعياري المستوى أيوة، هذه غلطة، هذه كانت غلطة، هذه لازم تكون المستوى الثاني، second deviation to standards إلى هنا. وهذا يقول سيدنا سالتي إنه وفقا لخط الانحدار منذ عام 2009 إلى آخر إلى آخر إلى 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 اليوم، إلى هذا المستوى الحالي، كلما صعد مؤشر اليو اس 500 ولا الاس ام بي 500 إلى مستويين من الانحراف المعياري، يعني ما لمس المستوى الأول ولكن المستوى الثاني، كلما ارتفع، يعني زي ما شفناها هنا وهنا، كلما نزل ورجع نحو خط الانحدار. يعني وفقا لخط الانحدار، كلما صعد مؤشر اليو اس 500 الى مستويين من الانحراف المعياري، تراجع المؤشر نحو خط الانحدار، يعني عاد الى
الأصل ولا المعدل ولا الخط المعدلي الخط الأحمر، ونشاهد اليوم لمس المستوى الثاني الأعلى الأخضر ولا راح فوقه، يعني تجاوزه من الانحراف المعياري، مما يقترح احتمال هبوط أو عودة المؤشر نحو خط الانحدار الأحمر الموجود حاليا قرب خط 3000. فإذا الاس ام بي ينزل من 2000، من إذا يكون في هناك هبوط قوة، يعني الأساس الهبوط إذا يحدث في شهر 2 ولا في شهر 3، من 3250 إلى 3000، هذا يساوي حوالي هبوط أكثر من 800 نقطة، من 8 نقطة بالمئة، أو إذا بنشوف بالداو يكون حوالي 1000 نقطة. طبعا هذا مش راح يصير في يوم ولا يومين، لكن أكثر. وفينا نعمل نفس الحاجة هنا في الداو، لأن نعمل نفس التمارين هنا في الداو، ونقول إنه الداو الآن يلمس الخط الثاني في المستوى الانحراف، وكلما وصل، وعملها مرتين منذ 2009، منذ قاع 2009 عملها مرتين، لما لمس وتجاوز في 2018 نزل الشهر الأول والشهر الثاني وعاد إلى خط الانحراف، ولكن لم يتجاوز خط الانحراف. والمرة الثانية اللي عملها سيداتي وسادتي اللي كانت هنا في سبتمبر 28، نزل لمدة 3 أشهر، وليس فقط عاد إلى الخط الانحدار، ولكن الخط الأول الأسفل في الانحراف، وحتى إلى الثاني. وإذا يعمل إيه؟ وإذا ينزل 4 درجات، يعني 1 2 3 4، فطبعا راح يكون في هناك كراش ويرجع إلى 2024 ألف. ولكن خلينا بس نقول إنه إذا يرجع بس 8%، فإذا يرجع إلى الخطين هنا فهيكون إلى حوالي 26 ألف. فهذه هي الحالة. هلا طبعا هذا مبني على المعدلات وعلى التغييرات، ولكن لا يمكن أن نبتعد من الواقع المحتمل والظاهرة المحتملة التي يمكن أن تقول لنا إنه كل إنه في منذ 2009 آخر 11 سنة لمس الـ S&P وصل إلى الدرجة الثانية من الانحراف المعياري مرتين، وكل ما وصل إليها في هذه المرتين نزل على الأقل بدرجتين معيارية إلى الخط الانحدار. في هذه الحاله يمكن ينزل الى 3000. هلا طبعا يمكن تقول طب ما هي طب امتى تتوقع؟ مش راح اقدر اتوقع اقول لكم، لكن هل يمكن ان نشوف العام هذا؟ اكيد يمكن نشوف العام هذا، لانه اذا بنروح في الداو سيداتي وسادتي هنا ونقول طيب اذا الداو راح ينزل من هنا ويعود الى المعياري، فهذا يكون 8% من 28000 الى 26000، يمكن نقول يعني حوالي 2000 نقطة. فهذه هي الحالة. خليني بس أقول لكم إنه هنا في آخر فيديو اللي سويناه في أوربكس، كان آخر فيديو العام اللي فات، قلنا عن ظاهرة الدولار مقابل الين. الفيديو هذا استغلال ظاهرة الين الياباني، وقلنا إنه في أوائل يناير الين الدولار لازم ينزل 100-200 نقطة، والحمد لله شاهدنا هذا نزل بالضبط ب 200 نقطة، شفناها هنا. هذا كان في أواخر ديسمبر، وكنا هنا ونزلنا من 109.60 ل 108.60. لا أتوقع أن نتجاوز 109.70، يمكن أن نرتفع إلى 109.60 حتى، وعندما نصل إلى قمة الـ RSI فهناك أعتقد يبدأ الهبوط أو الاستقرار. لا ننسى أنه غدا عندنا الوظائف الأمريكية والكندية. هنا سيداتي وسادتي، بس مشان بدنا أتكلم هنا عن الفيديو اللي عملته، آخر فيديو في موقعي هنا في أشرفالعايدي.com عن تصرف وتغييرات تغيير تصرف الدولار كدور ملاذ آمن أثناء الأحداث الجيوسياسية. وبس بدنا نعمل إشي سيداتي وسادتي، مشان يعني مذكركم إنه إشي كتير مهم هنا. طبعا الذهب أنتوا عارفين إنه عامل منيح في هذا العام، ولكن بس نذكركم إنه يناير شهر واحد كان من أفضل له أفضل أداء لي
الدولار من حيث الأشهر المتتالية. 2019 العام اللي فات شفنا الذهب ارتفع 3%، 2018 ارتفع، 2017 ارتفع، وهذه الإحصائية في آخر 15 سنة. ف يعني آخر الشهر الوحيد الآخر اللي عنده ارتفاع متتالي، 1 2 3 4 5 6 7 7، يعني أداء الذهب كان أداء جيد ومرتفع وإيجابي 7 سنوات على التوالي في شهر يناير. والشيء اللي شفناه يعني اللي بيكون قريب إليه بيكون 1 2 3 4 5، وهو شهر فبراير عملها في 2011، وعندك كمان في الصيف في أغسطس، ولكن العام اللي فات لا. لكن لا، هذه ظاهرة مهمة. وبنفس الوقت عندك كمان الدولار مقابل الين. الدولار مقابل الين نزل نزل في 2019 2018 2017 في شهر واحد. اوكي، فهذه هي الاشياء اللي بس اللي كان بدي اتكلم عليها لكم هنا. في عندك الدولار مقابل الين، هنا عندك مقاومة مهمة. وفي اشياء تانية انه مشان اذكركم مع الدولار مقابل الين، انه نلاحظ انه في هناك عودة او ارتفاع في عقود الشراء الين مقابل الدولار. فلما هذا يرتفع الدولار ينزل مقابل الين، لأنه هذا يمثل العدد عقود الشراء في الين ناقص شراء الدولار. فلما هذا يكون تحت الصفر فيقول إنه عدد عقود شراء الين متجاوز ولا تحت عدد عقود شراء الدولار. ولكن ما يهم الفرق، المهم تصرف والارتفاع وتطور. وكل ما يكون في هناك العودة إلى الصفر، أي تقلص في التجاوز في العدد الصافي السلبي للين في العقود الين، فهذا يكون طبعا إيجابي للين كما رأيناها. كل ما يكون هنا ارتفاع، هنا يكون هبوط في الدولار مقابل الين. كل ما يكون ارتفاع، كل ما يكون هبوط في الدولار مقابل الين، أي ارتفاع في الين. أوكي، فكمان مرة أخرى يعني تقدروا تاخذوا بتفوتوا وقت اكثر منشان تقرؤون هذه الحاله. السؤال طبعا راح تقولوا طب هذه احصائيات وهذه رياضيات، اين الواقع واين التوقيت؟ انا اعمل دوري انه اعطيكم، بس اعطيكم بالمعلومه هذه، والباقي نقول انه يمكن انه الهبوط في النفط سيداتي وسادتي سيكون مصدر الهبوط في يكون مصدر إضافي وسبب إضافي لهبوط الأسواق. لماذا؟ لأنه في عندك شركات الغاز الصخري والنفط الصخري الشيل تعاني من عجز اقتصادي ومالي شديد، سواء في هذه الشركات الأمريكية، وليس مسرورها وليس مبسوطة بالنفط في هذه المستويات. في ناس بيقولوا ليش ما النفط ارتفع، لكن لا تنسوا في الطاقة الصخرية مش إلا النفط ولكن الغاز، وإحنا عارفين الغاز وصل إلى قيعان كتير خطيرة التي تعرض للعجز والتخلف من حيث الدت أو القروض، ولا إمكانية ولا قدرة تسديد القروض من هذه الشركات التي تمثل دور كبير في المؤشرات. أنا عارف إنه ذكرت كثير من المواضيع، الدولار والين وخط الانحدار والانحراف، ولكن هذه المعلومات التي نقدمها إليكم. وتفضلوا إلى دبي في 24 يوم الجمعة 24 من الشهر الحالي، في ندوة في دبي راح أكون فيها، وإن شاء الله راح نعطيكم التفاصيل قريبا. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق.